قطاع الطيران العالمي مر بواحدة من أسوأ سنواته شاهدا تراجعا جذريا بعد سلسلة من الأرباح انفرط عقدها بمجرد بدء عمليات الإغلاق التي تلت تفشي فيروس كورونا. الآن وبعد تخفيف إجراءات السفر نوعا ما في العديد من دول العالم، سجلت انتعاشة نوعية في الأسواق الدولية مع توقعات في أن يعاود هذا القطاع الحيوي انطلاقته بعدما شهد أزمة مالية حادة جراء الوباء. شركات الطيران بدأت تعيد ترتيب أوراقها في محاولة للحفاظ على وظائف القطاع وفق استراتيجية الأسعار المنخفضة على أمل عودة العملاء أيضا. وفي دلالة جديدة على الاتجاهات المرتبطة بالقطاع، أكد اتحاد النقل الجوي الدولي ياتا بأنه لا يتوقع عودة حركة الملاحة الجوية إلى مستويات ما قبل الوباء قبل حلول العام 2023، لكن من المفترض أن تتضاعف حركة الملاحة الجوية على مدى 20 عاماً من 4.5 مليار راكب في 2019 إلى 8.5 مليار راكب في 2039، إلا أن هذه الأرقام تمثل تراجعاً بمليار راكب عن توقعات اتحاد النقل الجوي الدولي الصادرة ما قبل أزمة كوفيد-19. مع ذلك تبقى هذه المعطيات تمثل تفاؤلاً بالنسبة لشركات تصنيع الطائرات التي خفضت إنتاجها خلال الأزمة مع إلغاء شركات الطيران طلباتها لتتمكن من الصمود مالياً في ظل كوفيد-19. شركة إيرباص أعلنت عن خطط لتسريع وتيرة تصنيع طائراتها الأكثر مبيعاً A320 ذات الممر الواحد مع ترقب بلوغ مستوى قياسي في عام 2023. أما بوينغ فتتوقع أن تحتاج شركات الطيران إلى 43,110 طائرات جديدة بحلول العام 2039، ما يعني مضاعفة الأسطول العالمي تقريباً، فيما ستساهم آسيا وحدها بنسبة 40% من هذا الطلب. وإن كانت أساطيل الطائرات الأكبر حاليا في الولايات المتحدة وأوروبا، فإن الزيادات الأكبر منتظرة في آسيا والشرق الأوسط. من جهة ثانية، وفي انتظار أن يعود قطاع الطيران إلى سابق عهده، تتواصل الجهود لدعمه وتعويض الأضرار التي لحقت به جراء جائحة كورونا وقيود السفر. مؤخرا المفوضية الأوروبية وافقت على خطة إنقاذ بقيمة 800 مليون يورو لتعويض الإضرار التي لحقت بالمطارات في إيطاليا. ستكون هذه التعويضات في شكل منح مباشرة لكل المطارات ومشغلي الخدمات الأرضية بشهادة تشغيل صالحة صادرة عن هيئة الطيران المدني الإيطالية.